السلام عليكم، رجعنا معكم بتمرين تطبيقي كيخص معادلة مستقيم. طبيعة الحال هذا التمرين فهو كنشوفه في فروض وكذلك في امتحانات جهوية، يعني كاينين الأسئلة اللي كتحطوا في الامتحان، لهذا طرقت لهذا التمرين هذا اللي فيه التوازي، فيه التعامد، فيه خاصية ديال الميل إلى آخره. إذا فهو تمرين شامل. إذا نقرأ التمرين: في معلم متعامد ممنظم أو إي جي، نعتبر النقطتين أ ذات الإحداثيات 1 2 و ب ذات الإحداثيات 3 4. السؤال الأول: ألف، حدد ميل مستقيم أ ب. السؤال ب: حدد المعادلة المختصرة للمستقيم أ ب. السؤال الثاني: نعتبر المستقيم دلتا الذي معادلته إكغاك كتساوي إكس زائد 1، حدد معادلة المستقيم ال المار من النقطة الص ذات الإحداثيات ناقص 3 2 والموازي لدلتا. السؤال 3: ألف، حدد إحداثيتي ام منتصف القطعة ا بي. وآخر سؤال: حدد المعادلة المختصرة للمستقيم دي واسط القطعة ا بي. إذا حاولت نقرأ التمرين باش لي ما بانش لي شي حاجة، راه نكون ديجا قريت الأسئلة. قبل ما ندوز للحل ديال هذا التمرين طبيعة الحال مع الشرح، فمن الأحسن أنك توقف الفيديو وتمشي تخدم هذا التمرين واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق، يعني دير المجهود ديالك، ومن بعد عاد باش ترجع تشوف الحل، حيت لا درتي المجهود مع التمرين ورجعتي شفتي الحل غتستافد أكثر من أنك تشوف غير الحل فقط. إذا ندوزو للحل ديال هذا التمرين ونبداو بأول سؤال. أولا: ألف، حدد ميل المستقيم أبي. إذا السؤال الأول: ألف، الميل ديال المستقيم أبي، فكيف ما طرقت في الدرس الميل ديال المستقيم أبي فهو يساوي فرق الأرتوبين على فرق الأفصولين، والنقطة اللي كنبدا بها الفوق كنبدا بها لتحت. إذا غنديرو إكغاك بي ناقص إكغاك أ مقسومة على إكس بي ناقص إكس أ. وندوزو للتطبيق العددي. علاش غالبا ما كنبداو بالنقطة بي عاد باش النقطة أ؟ حيت بطبيعة الحال في الامتحان، فالتمرين اللي كيتحط لنا في الامتحان كيقدر يكون تمرين مجموعين فيه 3 ديال الدروس، اللي هما المعلم في المستوى، الدالة الخطية، الدالة التآلفية، وكذلك معادلة مستقيم. ولهذا تقدر يكون واحد السؤال قبل كيسولني على الإحداثيات ديال المتجه أبي. فكيف ما طرقنا في المعلم في المستوى أن الإحداثيات ديال المتجهة أبي الأفصول ديالها كنبداو بالطرف، يعني إكس بي ناقص إكس أ وإكغاك بي ناقص إكغاك أ. داكشي علاش إلا جا السؤال من بعد ديال الميل ديال المستقيم أبي، هاديك إكغاك بي ناقص إكغاك أ ما غنحتاج نعاود ندير لها تطبيق عددي ونعاود نعوض ونحسب، فكناخدها من الإحداثيات ديال المتجهة. إكغاك بي ناقص إكغاك أ هي الأرتوب ديال هو الأرتوب ديال المتجه أ بي، و إكس بي ناقص إكس أ هو الأفصول ديال المتجه أ بي، كنعوض مباشرة. إذا حنا ما عندناش هنا الإحداثيات ديال المتجه أ بي، داكشي علاش غنديرو تطبيق عددي. إذا نرجعو للنقطة أ، نقطة أ عندنا 1 2 و بي عندنا 3 4. إذا غنبداو بالإحداثيات ديال بي، نبداو بالأرتوب ديال بي اللي هو 4 ناقص الأرتوب ديال أ اللي هو 2 مقسومة على الأفصول ديال بي اللي هو 3 ناقص الأفصول ديال أ اللي هو 1. ونحسب، إذا 4 ناقص 2 غتعطينا 2 مقسومة على 3 ناقص 1 اللي هي 2. إذا 2 على 2 كتساوي 1، وهذا هو الميل ديال المستقيم أ بي، فهو يساوي 2 على 2 كتساوي 1. إذا نأطر النتيجة. ومن الأحسن في البرهان طبيعة الحال كنظم البرهان ديالي، نبدأ ليه نعلم أن، وبالتالي ونقدروا نجيو للمرحلة الأخرى ونديروا إذا. إذا الروابط ديال البرهان راكم عارفينهم. إذا حنا حسبنا الميل ديال أ بي عطانا كيساوي 1. ندوزو للسؤال، السؤال ب. السؤال ب قال لي حدد المعادلة المختصرة ديال المستقيم أبي. المعادلة المختصرة ديال المستقيم أبي، فاحنا كيف ما طرقنا في الدرس أن المعادلة ديال المستقيم أبي فهي كتكتب على شكل إكغاك كتساوي أم إكس زائد بي اللي هو الأرتوب عند الأصول. احنا الميل ديال أبي
حسبناه في السؤال الأول ألف، إذا غادي نعوضوه غتولي عندنا المعادلة هي إيكغايك كتساوي واحد في إكس، نقدر نكتبو غير إكس فقط، زائد بي، ونرجعو ونحدو الأرتب عند الأصل. إذا لنحسب بي اللي هو الأرتب عند الأصل، كيف ما قلنا فالأرتب عند الأصل فاحنا كنحتاجو نقطة تكون كتنتمي للمستقيم. عندنا النقطة أ وعندنا النقطة بي، غادي ناخدو مثلا النقطة أ ذات الإحداثيات واحد جوج. إذا لدينا أن النقطة أ ذات الإحداثيات واحد جوج فهي تنتمي للمستقيم أ بي. إذا بما أن هذه النقطة كتنتمي للمستقيم، إذا الإحداثيات ديالها فهي كتحقق لي المعادلة، بمعنى أن الأرتوب غادي نعوضوه بجوج إيكغاك، و إكس غادي نعوضوه بالأفصول اللي هو واحد، وغتولي عندنا المعادلة هي جوج كتساوي واحد مضروب في واحد زائد بي، تولي معادلة من الدرجة الأولى مجهول واحد اللي هو بي. إذا غادي نقص واحد من الطرفين، غتولي المعادلة هي جوج ناقص واحد كتساوي واحد ناقص واحد هي صفر، إذا غتبقى لي في الطرف الآخر غتبقى لي غير بي. جوج ناقص واحد كتساوي واحد، إذا فالأرتوب عند الأصل فهو خرج كيساوي واحد، ونرجع نعوض في المعادلة المختصرة ديال المستقيم أبي اللي غادا تولي المعادلة المختصرة هي إيكغاك كتساوي واحد في إكس هي إكس، زائد الأرتوبة عند الأصل اللي هو واحد، وحنا حصلنا على المعادلة المختصرة ديال المستقيم أبي. ندوزو السؤال الثاني. فالسؤال الثاني عندنا نعتبر المستقيم دلتا الذي معادلته إيكغاك كتساوي إكس زائد واحد اللي هو نفسه هو المستقيم أبي. إذا سماوه لينا في هذا السؤال سماوه دلتا باش نبقى نخدم بدلتا. السؤال هو حدد معادلة المستقيم آل المار من النقطة السداد لإحداثيات ناقص 3 جوج والموازي لدلتا. إذا نحاول في الوسخ نرسم الشكل، واحد الشكل فيه المستقيم دلتا للمعادلة المختصرة ديالو هي إيكغاك كتساوي إكس زائد واحد كيف ما لقينا في السؤال السابق، وقال لك هنا في السؤال حدد المعادلة المختصرة ديال المستقيم ال الموازي لدلتا والمار من النقطة السي ذات الإحداثيات ناقص 3 جوج. إذا هذا المثال فطرقنا ليه في الدرس، فلتحديد المعادلة المختصرة ديال المستقيم ال بطبيعة الحال غنكتبوها بصفة عامة، غادي نكتبو معادلة مختصرة ديال المستقيم ال هي إيكغاك كتساوي ام، نديرو ام مثلا نديرو ام ال يعني الميل ديال المستقيم ال في اكس، زائد بي ال يعني الارتوب عند الاصل ديال المستقيم ال، حيت اصلا في السؤال السابق استعملنا ام وبي، مايمكنش نعاودو نستعملوه بالنسبه لمستقيم اخر. اذا هنايا الميل كيفاش غنحدو الميل؟ هنايا عندنا في السؤال المستقيم ال فهو يوازي دلتا، اذا غنستغلو الخاصيه ديال التوازي. لدينا المستقيم ال فهو يوازي المستقيم دلتا، اذا الميل ديال المستقيم ال حسب الخاصيه، وبالتالي الميل ديال المستقيم ال فهو يساوي الميل ديال المستقيم دلتا، والميل ديال المستقيم دلتا يساوي واحد. اذا ها هو الميل ديال المستقيم ال هو واحد، غادي نرجعو غادي نعوضوه في المعادله المختصره، غتولي عندنا المعادله المختصره هي إيكغاك كتساوي واحد مضروب في اكس زائد بي ال، و بي ال هو الارتوب عند الاصل كيف ما شرنا قبل ديال المستقيم ال. اذا لنحسب نرجع السطر ونكتب ليه لنحسب بي ال اللي هو الارتوب عند الاصل ديال المستقيم ال، غنحتاجو نقطه نرجعو للشكل اللي رسمنا. عندنا هنا النقطه سي ذات الاحداثيات ناقص 3 جوج كتنتمي لال، اذا نكتبوها. لدينا ان النقطه ال ولا عفوا النقطه سي ذات الاحداثيات ناقص 3 جوج كتنتمي للمستقيم ال، بمعنى ان الاحداثيات ديالها كتحقق لي هذه المعادله. اذا غنعوضو إيكغاك بالارتوب ديال سي، ونعوضو اكس بالافصول ديال سي، وغتولي عندنا المعادله هي جوج كتساوي واحد مضروب في ناقص 3 زائد بي ال.
ولات عندنا معادلة من الدرجة الأولى. واحد في ناقص ثلاثة هي ناقص ثلاثة، باش نتخلصوا من ناقص ثلاثة من هذا الطرف غنزيدوا ثلاثة في الطرفين، غادا تولي عندنا جوج زائد ثلاثة كتساوي بي ال. إذا اللي حسبنا غادا تعطينا خمسة كتساوي بي ال. إذا فالأرتوب عند الأصل ديال المستقيم ال يساوي خمسة، وغتولي المعادلة المختصرة ديال المستقيم، معادلة مختصرة ديال المستقيم ال. إذا المعادلة المختصرة ديال المستقيم ال هي إكغاك كتساوي ليا إكس زائد خمسة. إذا هي هذه المعادلة المختصرة ديال المستقيم ال. ندوزو السؤال الثالث. إذا نرجع نشوفو السؤال الثالث. السؤال الثالث عندنا سؤال ثلاثة ألف. حدد إحداثيات أم منتصف القطعة أبي. إذا المعادلة أو لا عفوا الخاصية ديال المنتصف، حنا شفناها في المعلم في المستوى. إحداثيات منتصف قطعة، عندنا القطعة هي أم، هنا القطعة هي أبي، وعندنا النقطة هي أم. إذا حسب الخاصية فكتقول لي النقطة أم منتصف قطعة عندها أفصول بطبيعة الحال وعندها أرتوب. الأفصول ديالها هو مجموع الأفصولين ديال طرفي القطعة إكس أ زائد إكس بي مقسوم على جوج، وكذلك الأرتوبين إكغاك أ زائد إكغاك بي مقسومة على جوج. هنا ردوا البال لأن أغلبية فيكم كيمشي غالب من إحداثيات ديال المتجهة وكيدير ناقص، كيكتب إكس أ ناقص إكس بي وكيمشي ليه الجواب خطأ. إذا غنديرو تعويض، نعوضو بالأفصول ديال أ، فالأفصول ديال أ هو واحد زائد الأفصول ديال ب هو ثلاثة، الكل مقسوم على جوج. وندوزو للأرتوب ديال أ اللي هو جوج زائد الأرتوب ديال ب اللي هو أربعة مقسوم على جوج. وإلا حسبنا غادا تعطينا هنايا أم إحداثيات ديالها واحد زائد ثلاثة على جوج هي أربعة على جوج كتساوي جوج، وجوج زائد أربعة هي ستة، ستة على جوج هي ثلاثة. إذا هذه هي الإحداثيات ديال النقطة أم منتصف القطعة أبي. وما تنساوش الروابط ديال البرهان، بحال هنا نكتبو نعلم أن، وهنا نكتبو وبالتالي، وفي الآخر. إذا هذا هو الجواب صحيح. ندوزو للباء. السؤال باء قال لي هنايا، نرجعو للسؤال. إذا السؤال باء قال لك حدد المعادلة المختصرة للمستقيم دي واسط القطعة أبي. إذا غنحدو المعادلة المختصرة ديال المستقيم دي اللي هو واسط القطعة أبي. دائما استعنوا بالشكل، نرسم واحد الشكل. عندنا هذه هي القطعة مثلا، هذه القطعة أبي، عندنا المنتصف ديالها هو أم، وهذا المستقيم دي فهو واسط. وحنا كنعرفوا ان الواسط فيه جوج ديال الشروط. اول حاجه فهو كيمر من المنتصف ديالها اللي هو ام، وثاني حاجه فهو عمودي على حاملها. فهذه شفناها في الاولى اعدادي، تعريف ديال واسط القطعه. اذا غادي نكتبوا المعادله المختصره ديال هذا المستقيم اللي هو المستقيم دي، فهي كتكتب على شكل إغاك كتساوي ام، نديرو ام دي سميتو المستقيم دي، ام اكس زائد بي، ونديرو بي دي لان المستقيم سميتو دي. اذا عندنا المعادله المختصره هي هذه، غادي نمشيو غادي نحدو الميل. اذا نرجع للسطر ونكتب لنحسب ام ديال المستقيم دي. المستقيم دي فهو عمودي على ابي، نقدر نقولها ليه، نكتب ليه بما ان المستقيم دي واسط القطعة AB، فإن إذا بطبيعة الحال غيكون عندنا المستقيمان متعامدان، غيكون عندنا المستقيم دي عمودي على حامل القطعة AB اللي هو المستقيم AB. وكيف ما شفنا في الخاصية ديال الدرس أن المستقيمان إلا كانوا متعامدان إذا فجداء ميليهما يساوي ناقص واحد. إذا أتولي وبالتالي الميل ديال المستقيم دي
مضروب في الميل ديال المستقيم AB اللي كنا سميناه M فهو يساوي ناقص 1. نقدر نكتبو هنايا M AB، عندناش مشكل. ودابا غندوزو للتعويض، ومنه غتولي عندنا M D مضروبة في الميل ديال AB حسبناه في السؤال الأول ألف لقيناه 1 كتساوي ناقص 1، إذا غادا تعطينا الميل ديال D فهو يساوي H يساوي ناقص 1. غادي نهزو هاد الميل هذا وغادي نرجعو غادي نعوضوه في المعادلة المختصرة ديال المستقيم D. غتولي المعادلة المختصرة ديال المستقيم D هي إيغاك كتساوي 1 مضروب في إكس عفوا ناقص 1، حيت لقينا الميل ديال المستقيم هو ناقص 1، إذا ناقص 1 مضروبة في إكس زائد الأرتوب عند الأصل ديال المستقيم دي. إذا بقي لنا الأرتوب عند الأصل، نرجعو للسطر ونكتبو لنحسب الأرتوب عند الأصل ديال المستقيم دي. حنا كنعرفو أن الأرتوب عند الأصل كنحتاجو نقطة، النقطة كاينة عندنا، المستقيم دي هو واصل قطعة، إذا كيمر من المنتصف ديالها، بمعنى أن النقطة M اللي هي منتصف القطعة AB فهي كتنتمي لهذا المستقيم. إذا غنكتبوها نكتبو بما أن دي واسط القطعة AB فإن M اللي هي منتصف AB ذات الإحداثيات، كنا لقينا الإحداثيات لقينا هي 2 3 فهي تنتمي للمستقيم دي. إذا هاد النقطة هادي فالإحداثيات ديالها غدا تحقق لي المعادلة، فالأرتوب غادي نعوضوه في إيكغاك، والأفصول اللي هو 2 غادي نعوضوه في إكس. شنو غتولي المعادلة المختصرة؟ غتولي 3 كتساوي ناقص 1 مضروبة في 2 زائد الأرتوب عند الأصل ديال المستقيم دي، إذا بي دي ناقص 1 في 2 هي ناقص 2. باش نتخلصوا من هاد ناقص 2 غنزيدو 2 في الطرفين، غتولي 3 زائد 2 كتساوي ليا بي دي، وثلاثة زائد 2 فهي 5، غتولي 5 كتساوي بي دي. ونرجعو نعوضو هاد الأرتوب عند الأصل اللي هو 5 في المعادلة المختصرة ديال المستقيم، غتولي عندنا هي إيغاك كتساوي ناقص إكس زائد 5. إذا المعادلة المختصرة ديال المستقيم دي هي إيغاك كتساوي ناقص إكس زائد 5، وهذه هي المعادلة المختصرة ديال دي اللي هو واسط القطعة AB. كنتمنى أنكم تكونوا فهمتوا الشرح ديالي، طبيعة الحال في التعليق إذا كانت شي أسئلة فنقدر نشرح. إذا شكرا على المتابعة، وموعدنا إن شاء الله في فيديو آخر كيشرح درس آخر أو تمرين آخر من معادلة المستقيم. إذا حنا معكم غير نتوما عاونونا بشوية الخدمة في الدار. تبارك الله عليكم.